اهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي مع بعض بابرز الاخبار. ومنها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من السيده جورجيا ميلوني رئيسه وزراء ايطاليا، والاتصال تضمن بحث مستجدات العلاقات الثنائيه بالاضافه الى ملف ازمه الغذاء على المستوى الدولي، وكمان التباحث بشان قضيه مكافحه الهجره غير الشرعيه. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في محافظة أسيوط، بالإضافة لتحسين الخدمات المقدمة لكافة المواطنين. وتفاصيل وأخبار تانية كتير حنعرفها في سياق هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا. تضمن الاتصال الإشادة المتبادلة بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين الصديقين، إلى جانب التعاون القائم للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط. كمان تم بحث مستجدات بعض موضوعات العلاقات الثنائية بالإضافة لملف أزمة الغذاء على المستوى الدولي، فضلاً عن التباحث بشأن قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد. أيضاً تم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة أسيوط، وأكد مدبولي الحرص على متابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات في كافة المحافظات لدفع العمل بها من أجل العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتقديم لحوم غير صالحة للنزلاء بأحد فنادق الغردقة، وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فور تداول الفيديو تم تشكيل لجنة من مسؤولي كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدى جودتها، واللي أكدت أن كافة اللحوم المقدمة بالمنشأة الفندقية سليمة وسرية الصلاحية دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة. امبارح أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل ل60%، مع إطلاق قوافل سيارات مجهزة لطرح السلع الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. بالنسبة لأخبار المحافظات، تم الإعلان عن تخطي المستهدف من توريد محصول القمح في محافظة أسوان بنسبة وصلت إلى 198%. أما في محافظة المنوفية فقد تم تنفيذ 198 مشروع تنموي لخدمة المواطنين خلال النصف الأول من عام 2023. أما في الوادي الجديد فتم تخصيص 10,000 فدان لصالح مبادرة أراضي المصريين العاملين بالخارج، وفي كفر الشيخ هيتم إعادة فتح موقع تسجيل طلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال لمدة 5 أيام. وتفاصيل أخبار أكتر معانا من محافظات أكتر وأكتر في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، فأسوان أعلنت المحافظة عن تخطي المستهدف في توريد كميات القمح بنسبة 198.2%، ووصلت إجمالي الكميات الموردة ل 262,168 طن حتى الآن، وتم توريد 147,076 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة، وكمان تم نقل 112,152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى. في السويس تم الإعلان عن افتتاح أكبر مجمع طبي بمدن القناة قريباً بمنطقة 24 أكتوبر. المجمع مقام على مساحة 35,000 متر بتكلفة 4 مليار جنيه، بالتزامن مع بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس، وده بعد نجاح التشغيل التجريبي للتأمين الصحي بمراكز طب الأسرة عقب تطويرها. في المنوفية أعلنت المحافظة أن إجمالي عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك خلال النصف الأول من عام 2023 بلغ 198 مشروع. المشروعات دي وفرت 352 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة بتمويل ما يقرب من 49 مليون جنيه.
فأسيوط أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي مبادرة كلنا معاك لاستقبال شكاوى العملاء من ذوي الهمم غير القادرين على إجراء مكالمة صوتية للتواصل مع الخط الساخن 125 الخاص باستقبال الشكاوى من المواطنين، وده انطلاقاً من اهتمام الدولة وعناية القيادات السياسية لذوي الهمم. في المنيا أكدت مديرية الصحة تنفيذ 7 قوافل طبية بقرى المحافظة خلال شهر يونيو الماضي، وتم توقيع الكشف الطبي على 12680 حالة في تخصصات مختلفة مع إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. في سوهاج أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إن المشاركة المجتمعية نجحت في توصيل 2667 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري، وده من خلال 18 جمعية خيرية وأهلية. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن تخصيص مساحة 10,000 فدان لمبادرة أراضي المصريين العاملين بالخارج، بيتم تقسيمها لقطع تسدد قيمتها بالعملة الصعبة، وبيتم البيع بالمزاد العلني في حال زيادة الطلب. في كفر الشيخ أكدت المحافظة إعادة فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال عبر موقع المديرية، استجابة لطلبات ومناشدات أولياء الأمور لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال وتلبية تطلعاتهم في التعليم بالمدارس الرسمية للغات. وهيتم فتح الموقع الإلكتروني لمدة 5 أيام بداية من يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو والحد يوم الأربعاء 12 يوليو الجاري.